الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم الدرس الثاني من تفسير الفاتحة لفضيلة الشيخ محمد ولسيد يحيى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على فضله وإنعامه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. إن شاء الله بعد هذا الغياب الطويل وبعد التوقف لنديم عليه الكثير وربما سر به بعض الناس، لو كل تمونكم اني وقفت التدريس نختير نقول لهم على نراه وارجع ان شاء الله. ولو كل مونك عندهم التدريس نختير نقول لهم نراه وارجع ان شاء الله تعالى. نرجو من الله بأسمائه كلها وصفاته كلها أن يجيرنا من كل مكروه وأن يعيننا على كل خير وأن يرزقنا الرشاد والسداد في الأقوال والأعمال وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهه. قد يسألكم سائل لماذا أرجع، وقولوا لماذا من عند الراس بداقة سؤال في زر سؤال خوه شقيقه حد قالك هو اشتمن يرجع للدروس، قول له اشتمن يعدلهم قاع. معناها انه القرار انا هو اللي نقرر وهو اللي مولينين وفوتي قرار اني نرجع نرجع واني نشوف اني نوقف عنكم نوقف. يلي ياكل يبين لي مولانا يلي هذا اللي نعدل الدعوة اليابسة ما فيها خمسة ما مساعدة فيها دولة ولا منظمة ولا حزب ولا طائفة ندور منها ان شاء الله كلمة نلقى بها ربنا. كان مولانا يهدي بينا ولو شخصا واحدا، وراجم المولانا ان يرزقنا القبول والاخلاص وان يعيننا على رضاه وما فيه رضاه انه سميع مجيب. طيب انتبهوا معاي في آداب الناس اللي تسمع هذا التسجيل اللي تراعوا فيه. الحمد لله هذه الأشرطة لله الحمد وله المنة واصل الجميع وشه الأرض في أمريكا في أوروبا في إفريقيا في أمريكا اللاتينية في العالم العربي، وبالتالي ما يحد إلا أنتم. ولين مرة نكدر من واحدين منكم يتعبوني وياهم أديبين وياهم متكايسين وعندهم قدر من المشاكل، نذكر فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وهون نختار ننبه على أن اللي منكم لا يكبر يكبر التاع تكبير فيه لا شيء متعدد، يا خارج كامل يعود بنظام يصلح ولي يعود بفوضى يخسر. الناس بعض منها يشكي انه ما هو قاعد يسمع كلام المدرس به التكبير اللي حلاه، يا الله اللي منكم لا يكبر يكبر يا غير يكبر سرا يكبر سرا يكبر في نفسه ويخلي عنه الاصوات. وحد منكم في طلع لقاه في زر واخبار وياسرة يا الله يا غمز العيشه وش عليه هو ويفسد وليه وخاول قدام الى ذاك اللي باقي يعدل يعدل ومشي كامل مطابق ان شاء الله. يا غير اثناء الحلقه يا الله نتعذبوا وخلوا كاره الاحساس الى نبهنا مولي حد من خوتنا على نظام يعرف انه مديور به الا المصلحه. توما هون عنديكم جايبكم الله الخير ورعاه بعد يعود واحدين منكم جايبينهم من عايد لا يقبون عايد. معناها ان فينا ذاك كامل فينا ذيك العينات واذا انا عرفوه الى ما قلت وانا معروف
اللي منا جايبوا الله الخير وإحنا إن شاء الله جايبنا كامل الخير، يلا نتعاون عليه لعل إن شاء ندور وحسنا نوقع في السيئة لا قدر الله. إذا نتعاون على البر والتقوى، ولا فينا حد معدل الحد معدلنا لطاعة الله وتعاوني على البر والخير إن شاء الله. طيب إن شاء الله ما تيجي نسمع كلمة، نحاول كاملين نترك الأصوات والضجيج. البارح درسنا البارح اللي هو بداية التدريس اللي مثلا إن شاء الله مفتوح، سألنا الله يفتح النبي مفاتيح الخير كلها وأغلق عنا بها أبواب الشر كلها وأحبابنا والمسلمين أجمعين. درسنا البارح اخترنا نبدأه بتوضيح بعض معاني فاتحة الكتاب لعل الله أن يفتح بها علينا، وذكرنا منها بعض الآيات، وطينا في المحطة اللي هي إن شاء الله الليلة ناهي نتابعوا من حيث انتهينا، ناهي نبدأ بالنقاط اللي وصلنا لها ونتابعوا. يا أخي شوفوا قاع كاننا فاهمين شي من كلام مولانا. احنا في زمننا اليوم واحدين يعودوا عرالة، واحد يعرض لك صحيح البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابو داود وابن ماجه وابن حبان وابن خزيمة والمسانيد والمعاجم، وتبارك الله عرض يا غير انت لا يفرفر معاه المعنى، وهو لا يكادون يفقهون حديثا، ما هو فاهمين الرافدي. كمثال الحمار يحمل اسفارا، رافد كتوم ما يفهمهم، كيل حمار عليه مكتبة هو ما هو فاهم المرفوض على الله. وهذا بهارته قريب خارج من الناس اللي صراته طيبين، وهو لا يفهم معنى آية واحدة من كتاب الله. كذلك يوجد إنسان قد يظل يصبرك من الأحاديث يعني ما هو فاهم معناها. لذلك دروسنا اللي مقررين إن شاء الله أن لا يعود ليالي منها في التفسير، وليالي في الحديث، وليالي في الفقه المالكي. يعني إن شاء الله نقولوا مسألة قالها مذهب مالك نعطوا عليها الدليل. إياك اللي تريت معرصين قالوا أين تذهبون؟ أين المفر؟ فبيجي حديث بعد الله وآياته يؤمنوا. ما هو المذهب ذاك اليابس، المذهب اللي ملاهما وذاهب مستهدي إن شاء الله والله المستعان. يا كرقاش اللي منها هام وجيها من جهة الحديث يجبر شي يحضر فيه، وجايها من جهة الآية والتفسير يجبر شي يحضر فيه، وجايها من جهة الفقهيات كانوا قد يعبد ربهم مسألة مقروشة من هذا حلال وهذا حرام يجبر من اللي قرعي قد يعبد بها ربه سابق يلقى ربه. والله المستعان هذا هو ين برنامجنا. نبدأ بمتابعة ما بقي من سورة الفاتحة، والليلة ما إليه تكمل فيه لأن إن شاء الله هي شكم يوفوها ثلاث ليالي، فات مضات منهم البارح والليلة هي الثانية والليلة غدا إن شاء الله هي الثالثة. إذا للقصة بقية وللتفسير بقية. إذا تركم الليلة ما تيسر ما هو لا يوفي ذاك، بأن هي فاتحة الكتاب وهي أم الكتاب وشقاع أم القرآن، معناها أنه فيه القرآن والقرآن، ما عندي أنه يكفيه لعمر أحرى ليلتين ثلاثة، لا مستحيل. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قلت البارح في درسي من باب التذكير العابر إن الفاتحة مقسمة اهلت أشياء خارجين أشياء من أولها ذيك متعلقة مولانا ولا يحاضر فيها حد من العبيد، وأحكام الفاتحة لك يتعلق بالمخلوق ولا فيها شيء الخالق سبحانه وتعالى، ما فيها شيء المولانا، والأول منها المولانا ولا فيها أحد من عبيده، ونقرها فيها آية والله ياك متخلط فيها شيء المولانا وشيء عبيده. هذه هي الفاتحة يا اللي ما قط فتح ليقا ما يعرف الفاتحة. هذا اللي يتعلق مولانا شنه باقينه من دون ما حضر ما دار في أحد. الحمد لله رب العالمين هذا لا مولانا، الرحمن الرحيم لا مولانا، ملك يوم الدين لا مولانا. هذا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين هذا لا مولانا. الذي يحضر فيه المخلوق شنه والله يكل بين مولانا وعباده، اياك نعبده هذه طلب المولانا شيء يتعلق بالملك هو اللي نعبد وحده ما ينعبد غيره. يا غير اياك نستعين وطمع وطلب، إياك نعبد معناها يا مولانا نعبد الله أنت، وإياك نستعين معناها يا مولانا أنا نعبد الله أنت، وأعطيني قرأتي أعطيني الشيء نعيش به، أعطيني كيف نعبدك، فأولها لله والثانيها للمخلوق.
الذي يتعلق بالمخلوق شنو؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه للمخلوق. ما نعرف كان نفهم دمكم لقاعد يدعون من اسم لهم كلام الإنجليزي. تعالوا يفلفل لكم لاني كاكم تحورش منه. الحمد لله ربي انت راك لاهي تحمد مولانا فكر تلاهي تحمد علاش الغريب على ان النعمة سبكتك انت تحمد علاش يفاتخلي قالوا ان مولانا ينحمد على اللي اعطى وينحمد باطل لانه هو في نفسه يستحق الحمد والتبجيل. كيفاش؟ قال مولانا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا هذا راك حنا يتعلق بينا منه ولم يكن له شريك في الملك هذا يتعلق به هو ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا هذا حمد له لذاته وجماله وكماله. خالق الصحمد لأنه أعطانا نعما كي الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور هذا نحمده لنعمه اللي حضرنا فيها. حمدنا له أولا لذاته وكماله وحمدنا ثانيا هو لعطائه وإنعامه وإفضاله. الله أعلم كان ذا مفهم والله ما مفهم. شفتوا يشير عند من يتحمل به أمه تدرروا له البزولة وتقضوا له ويحضروا فمها ياخذ كتاب حش اللباء والتب كل ما قلاك هو عاد لا هي يخلق باشو دلا في البزولة وباشو درس حتى وباشو ريان فمها وياك يدليل البزولة به اللي هي أمه لا يديروا في حبونها ولا تجد التمرة في التوفة يديها يلطه مولانا به هي لعل تتحلق ويلطه به هو اللي خاطر مسار جاي قاع في بطن أمه التم البزولة تدرر وتدل ويلين فمها إياك ما يقدم على الدنيا إلا وقد هيأ الله له نعما يعيش بها. بارك الله عبدك عند من يخلق ده هو مستهدي ده هو يتمطل يدور البزولة بحيث الرب اللي دل البزولة محركم اللي هو يلوذ البزولة ونحن نعطاه يسكت وتيرع من قالوا ان البزولة فم من دركان ابوه والامه ابوه ما هو المعدلها وامه ما هي المدرتها والقبيلة ما هي مشاركة في هذا ورب العالمين يحركه جنينا ويهيئ له حياته قبل ان يقدم على الدنيا. ولذلك قالوا العلماء رواية غريبة قالوا اللسان انه عنده ثلاث ديار ولا ربع قاع ثلاث ديار واحدة منهم الكب والله زاد حي الانتظار وفم اخرى حي انتظار وفم حي انتظار حد وراء اثلت احياء اثلت كبات حد ينكب ما في الجنة او في النار او لاربع ديار شوفوا الاولى منهم يديروه بطن امه وزوت فترة ما عالم به حد ولا يعرف حد امه حاسة بشي في كرشها لا يعرفه هو شيئا وامه لا تعرف عنه شيئا ومولانا يدبر ويحرك ويصوركم الى ارحامي كيف يشاء بطرون تاكف كالشمه ورب العالمين يدبر امره. امه توكل مارو ويدرر مولانا البزولة باللبن الابيض توكل الحم ويمشي مولانا بيزين الهية والصبر البن والدرون وتقضوا لهم وتتعشى من كسكس وياكلوها كامل ويدرر مولانا البزولة وتمشي له هو من نفسه ما حدوه بطر امه مدبر له لولا عفو عايش باش ومولانا مسجل حاله ذيك هي الدار الاولى حي الانتظار اللي تعطي فتره ان قال راه هي نفس صدقه وعات ولدها راه هو مشى من الحي الكبه الاولى وانكب في الدنيا يقعد امال ويعطي فتره ويعود طفيل ويصبح يجدع وعاد فقراش وعاد راجل وعاد شيباني من زم ينكب امال في الدار الثالثه وهي القبر ويحبس فيه وتجيه محكمة الملك تفتش اياك وعال نعرف ذا المخلوق ملفاته ما يصاد وياك نعرف برنامج كان عايش فيه في الدنيا هذا هو حي الانتظار الثالث من فم ينبرز من حي الانتظار ويوقف عريان بين يدي الله وتحصر عليه جميع ما خلق الله وان قال لهم من الان لا يتنكبوا كبتكم التاليه وحدكم لا ينعطوا لكم النمروات اللي تسكنوا فيهم سابق اذا انتم كنتم حي الانتظار من عند كرشلم الى دار الدنيا الى القبر ذي احياء الانتظار والسكن قاع الشرف ما هو خالي. هل فهمتم هذا؟ المخلوق يمر بها كامل يقول لك انا ما شاء الله عندي هون شيء هذا ما يدارك بهذه اللي تفيه لا احيان انتظار والسابق احيان انتظار ولا يتنفي انتظار وانت تتكلم في قبرك لا انتظار بكلمه لا تنبعث حتى تلقى جزاءك بين يدي ربك. هذا اذا مخلوق في الجو اللي هو ورب العالمين يحيطه بعنايته واشعل له الكون غريب تو معايا شوف الكون مارك في شيء ما هو عنصري
وطبيعته العدالة ولا عنده مشكلة. الشمس صرخ متقاد فيها الكافر المؤمن، والليل والنهار متقاد فيه الكافر المؤمن، وكراه ما يخلص، القمر ما تخلص في كترته، والشمس ما تخلص، والليل ما يخلص، والنهار ما يخلص، والرياح ما تخلص، والرحب يجي يصوت، والسحاب تنصب، والارض تربت، وهذا معطي للمخلوقات كان ما مصور الحد. تبارك الله. والمؤمن اللي يطيع الله يعود شكرا نعمته، وبالتالي عاد يستحق انه يندار يوم القيامه في دار التكرمه، دار الجزاء ما كيفتش. الى هذا المخلوق لئيم وملان قلبه ثمن النعم كامله، وما زاده ذلك الا عتوا واستكبارا، يعود لابد داره من عذاب يحيط به. الامام الصالح الاكرام به اللي مولانا لعتر اكرامه وبسطره، وما زاده ذلك الا غرورا وعتوا. نعوذ بالله من ذلك. شو تقول ان الفاتحه اول شيء تبدا لنا به تقول ان الحمد. الحمد لمن؟ اذا كان حد قد يتبرى الله على رئيس والله وزير والله مسؤول يقول له انا حامدك. قالوا الفاتحه تقول ان احد كامل لا يتحمدوه، يا الله يعود فيه ذر الماير، يا الله يعود اسمه الله واسمه رب، وعبدك يعود رب ملي لجميع كامل العالمين، ويعود رحمن بكم ورحيم بكم ومالك يوم القيام. هذا هو اللي يستحق الحمد، اما قاع الحمد مولاه طايح ايده، ومولاه ما احلاشي، ومولاه مريض، ومولاه فقير، ومولاه ضعيف، هذا لا يستحق ان يحمد. لذلك كان قال الحمد، وكأن سألناه يا مولانا نحمدك علاش؟ قال بي اللي انا الله وانا الرب وانا هو الرحمن وانا هو الرحيم وانا هو ملك يوم القيام. بارك الله. رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، اياك نعبد واياك. فيها قراءتين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك، وفيها القراءة اللي نقراها احنا بها قراءة نافع الرحمن الرحيم مالك. قالوا الفرق بيناتهم شنو؟ قالوا القراءة في القرآن تدل على المعنى، كل قراءة تجيب معنى ما جابته الأخرى، يحجل لك أنهم متخالفين، هم كلهم نبه على معنى ما جابته القراءة الأخرى. الملكي مالكي مالكي، ومالكي مالكي مالكي، الفرق بيناتهم شنو؟ قال مولانا مالك وملك، والدنيا فيها ما فيها مالك ملك، ما في أحد مجتمع فيه ملك ومالك. على سبيل المثال حضرك عنده عبد مملوك، من درك كانوا مالكوا لافتوا في الدنيا انه مالكوا، يا ما هو مالكوا، من درك كانوا ملك ما هو ملك، هو قاعد فقير قاعد في الكبة، هو ليس ملكا معناها ما هو رئيس، ولا هو مالك حقيقة، لان المالك وحده هو من خلق الرقابة واوجد الموجودات، واما الاخرين معريلهم يا غير ما هم مالكين. ولذلك مولانا مرة يقول إن مالكين، ومرة يقول إن عاكم لا تلغروا ماكم مالكين، سبه. مرة يقول هذا اللي تملكوا كلا وما ملكت أيمانكم، ومرة يقول ماكم مالكين ولله ملك السماوات والأرض، إنه هو المالك، وذا أخر لا شيء ما هو عليه حقيقة. الملك الحقيقي اللي تحته الحقيقة لملك الله، وأما ملك المخلوق فهو مجاز. ولذلك رجاه يعد المدفع ويخبط المدفع، وعود مالك الحمار ويقزره، وعود مالك البقرة وتنطحه، وعود مالك يشمل وهو هارب قدامه ما كان فيه شمل ويصيحه، لو كنت مالك ويعود خايف منك. إذا أنت ملك فظاهر يا غير مالك ملك، ولا لك مالك، لأن من يملك الرقابة هو خالقها العاتل عليها، وأما أنت مسخر لك يا غير مالك ملك. هل فهمتم هذا؟ ما شاء الله. أيوة الحمد، الحمد لله، هذه العربية غريبة حتى يفريكها تعود إل وحدها قراية. ما معنى إل الحمد لله؟ ليك إل وحدها معناها الحمد كامل لرب واحد وهو ربنا سبحانه. إل في العربية مرة يعود معناها جميع الحمد لله، معناها جميع الحمد لله. ما هو الدليل على أن إل معناها الجميع؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول وجاء ربك و صراطكم مروا وجاء ربك والملك، احجر ان الملك انه ملك واحد، قمنا نقراو الهتال بتاع صفا صفا، ملك واحد ما يقدر يعدر صف، تبارك الله. وش قال يعود صفين؟ قال لين جاء صفا صفا عرف على ان هذا يسر، لهل الصف يتأتل لا من يسر، عرفنا ان ذيك والملك، والملك معناها جميع الملائكة صفا صفا.
اللام ال دلت على الجميع، معناها جميع الملائكة يصطفون يوم القيامة لانتظار أوامر الملك. يا مولانا نيني تانا هي طوي الكون، تنطو السماء الدنيا، السماوات فوقنا سبعة والتراب تحتنا سبعة، وانت مولانا يفصل بين عباده، ينشق السماء الشروط كيه الباش اللي عاد فارق تاريخه، الباش اللي الفارق اللي يشقق هذا هو اللي يخلي يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. يعود الملائكة اللاش من الصنق ينصب وتوف إلى يعني يبقى وشيء الأرض ماذا قد يرفج دي هذا من رقاب الملائكة شهد لهم ولا يقولوا محيطوا بالناس عدلوا سبع زريب زربوا على الناس بس ما زريب وتعود الناس كاملة ولاد آدم وهم وليشن مشمعين يجوا الملائكة ويعدلوا الصف أولا يحيطوا بهم ويجي السماء الثانية وتعدل زريبة ثانية والثالث ثالثة والرابع رابعة والخامس خامسة والسادس والسابع إلين يعود واسبع زريب ينادي رب العالمين يا معشر الجن والإنسي اللي ممكن قاد يخرب يخرب إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذوا إلا بسلطان ما يحرك حد يكون حد مطير بهذه قدام الصلق من الملائكة مطوقين ولا عنده شيء صدعي تبارك الله. إذا هل استغراقي جنسية معناها جميع الحمد لا يعطى منه غرام إلا لرب السماوات والأرض. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. يا ربي عقلك تعود كنت عويق بعت عاقل وتم عاقل يدقدق راسك موريتاني يقول يدقدق راسه وهو ما يخسر سبه في راسه راسه ما جاره بلو يا غير المدقدق عقله يا غير موريتاني ما يقولوا الحق يقول لك مدقدق راسه إذا وليت مرس راسه وهو ما يخسر فيه سبه إذا هو المدقدق عقله يا غير موريتاني ما هم قوالين للحق يتموا لك الله يروق إله لكن واحد يقول لك احلق راسه هو اللي يحلق راسه ما ادري يقوم من فوق قول ما تحلق زغبه قولوا احلق زغبه اياك تعودوا فصيحين ويلقين الحق اما حلاق الراس هذا قاع ما يدخل عليه رقاش بين ما خلق حدا يدخل حد يقطع راسه يا هو يعبروا عبارات وكيف قال لك فلان لك فلان خاسر فلان خاسر معناها صالح من الصالحين يا غارني يعصي مولانا ما يقولوا الحق احنا موريتاني مربين على النفاق متخرجين من مدرسة بكلياتها وجامعاتها بشي قالوا المنافق ما وافق اطمع علينا كبير الاخلاق من قول الحق الله يحلم عنا وعن المسلمين. ربي يا ربي عقلك يا ربي جسمك جسمك يطرال النبات وعقلك يطرال الزيادة وفطنتك يطرال الرواية ومن الغريب من كرم مولانا ما حدك طفيل تلعب ما يمشي لك الملائكة يكتبوا عليك لأنك جديع قاع ما لك فهمش تبارك الله وتم مصبور عنك مصبور عنك عقلك صغير وفهمك صغير ولانك فاهم يعني تفوت تعود تعود تقول انك راجل وتبط قاشوشك وانا عندك اني ما فهمتك وتبط رقبتك انك قاعد تفهم قال لك يا ويعي تصا فاهم افهم ربك واقرا ربك ما حدك ما بتعقل مالك الملك ما يكتب عليك ولا يمشي لك ملائك يرحم بك به اللي يعلم ضعف عقلك وضعف استعادك عندما تعود تعرف المصلحة والمفسدة وعد فاهم المعلوم بحيلي إن قال لك طيب أول شيء بعد قاع سابك تعرف قبيلتك وأهلك وأباتك وأماتك أنا اللي صبرت عنك إني أتعاقل وحاولتك إني استعقل يا الله تبدأ بي أول ما يجب على المكلف معرفة ربي أعرف يا الرب اللي أحسن عليك وهو اللي أماكن يدرك بالعزم كلام هذا مفهوم لذلك الحمد لله ربي رب هذا الرب اللي ربانا نمانا اعطانا النعم ورا النعم هو اللي يلا نحمدوه العالمين الرحمن الرحمن الرحيم حضر خرص الكون عقاب الليل وشار المرصة مرصة كبيتال والله سين كيم والله سي زين والله شبن المرص في النهار ما تجي توخر ما تجي تحرك ما لطمك واحد وقال لك انت مالك عزري والدنيا ليش تتضايق ما فيها الحامل الاخر ان صلاه تسلمكم انا نقول عبارات ما بعيد في الله يا غير نقرب المعنى اياك يتقاد فيها اللي مكم ما حلميه واللي مكم يعرف اما نفسر كلام مولانا وقاعد نتكلم لكم بما تيسر من العربيه يا غير ندور كلامي يتقاد فيه ادناكم معاياك اللي اكبركم ولذلك موريتاني عدلت شي قال له محضرة وعاد تقبل شنو العلوم وقط عدلت برنامج زين غريب وفقها الله العنوان عاد تقول له محضرة على الهواء معناها انه برنامج فوق الهواء
ولياد قدي لا تحرك شعور وركبت في طائرة الحقوقة للترام ما استفادوا منه الصبة. يقعد عالم حلامة جليل وظلك يدقدق في العربية طرق طرق ويصبح مسكين الجاهل الواحد يصلت قال الله وقال رسوله يا غير ما وقضت له مثالة العلم إلا مثالة الوكيل إذا تطرح لرقاه ياسم اللحم ولا جبت له الموس يقطعه إلا له رقاه واحد في اللحم أصباحه ما يقطعه وفمه ما يقدر يدخل فيه اللحم اللي ربت كبره قطعوا ونين يديره ولا قدر فمه كانوا قد يتلون منه شيء ما شاء الله. كذلك العلم مالي كبير يريد خليه لرقاه ما يقدر يحمله ما يقدر يدخله صدره حاول تفكونه وتفريكه وتم تعطيه كلمة كلمة يا كان يعطي مولانا يا ربي عقله شان فشان حتى يستفيد من علم الله وشرع الله. الكلام مفهوم ولا ما هو مفهوم؟ الحمد لله رب العالمين. هذا الكون كامل تخرص لأولك تدخل في المرصة في الليل وراه في النار ما تجد توخر ينعود عقاب الليل الساعة الثانية والساعة الثالثة توخر لأولك التاجر الكبير عاده بل المش وهو مالك الكلاب يتقروحوا وهو مالك الخنافيس يردحوا وهو مالك الفيران معدرين من هرجها وتبحريه المرصة مني سبحان الله. ومع الصباح وهم اهل الباتيك جاي كلها مبكر اقفط اقفط يعني يفطنوا في المشوشة يتراصفوا وني يفطنوهم الكلام ونوالك الدنيا مقسمة في الليل المرصة المشوشة والفيران والخنافيس وحركات التراب وفي النهار ايش والخرطة لك ايضا الواحد ممتد عن فمه تيقول لك حد يقربوا هو في الليل يعني محتلين الخنافيس وبيتين المشوشة يرتفع عنده ولا ثم يرقى توخذ هو لك للخلق اللي كعدك به قبيل ملانة من المرصة لولك ما ثم عين تطرف وتوخذ عقاب الليل اللي ما فيه مرة مرة السوتيت والبقية الأخرى كام والديار جم هذا يذكر بالموت وعند بنيته يطاع الفجر حس الدنيا احساس هقراء وحس الفامي وطردقوا وحس واحدين يطلصوا لو مالك واحدين يتناسوا هذا كله يدل على الموت. الليل والنوم تدل على الموت وقيام الناس مع الصباح تدل على البعث والنشور والناس في كل 24 ساعة يرون من آيات الله كيف يموتون وكيف يبعثون. هذه دروس عاطيها مولانا المخالق إياك تنتبه بيها إنكم كما تنامون ستموتون وكما تستيقظون ستبعثون. الإنسان بعثه كيف تقاضوا بعض من كان راقد وموتوا كيف رقادوا لكن الفرق بيناتهم لكن إن تموت من الساعة اللي تموت وانت ما شافت عينك حتى عرف لا حول ولا قوة يا رب. الساعة اللي تقمل عينيك وانت يتحاقب عليك الصنق الملائك والله وفود الملائك هادو ملائكة هادو ملائكة هذه مجموعة من الملائكة مكلفة مهمة ما بينهم مع خطاب يقول له يطرحوا أسئلة والله مكلفين يعادوا مؤامرين بيعذبوك ما عندك تربية ولا عندك دفع ويعادوا له يبلغوك عن مولانا شم الخبر الملك ما هم خاطبك ومرسلوا عليك أطرق 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 وقبيلتك وأهلك وانت عرح ما فهم منهم ملائكة. يا ربي حلمك وعفوك يا ربي حلمك وعفوك اللهم عليك. شوف المعصر وشوف هذا الكون وشوف نعمة الملك تم الناس انفتح عيني قال لها انه مرقب له كلها دافع يدور يتروى ومولى الوتع عاد يجري خايف ليجي انه في التورس ولك المخلوق اللي كان متمتن عليه عاد الوتع له يروقها عن الصحاب وعن العماية وهو ملي بارك اللي ورا متروى والدنيا كاملة كلها بارك شو بليده متروى يعني يفرج مولانا ذا الكون ذا طارق يشوف. هذا كله من آيات رب العالمين. رب العالمين الرحمن الرحيم ما فيه مخلوق ما فيه مخلوق ما قطعته مولانا انه رحيم بي وانه قريب منه اللي منها ما هو لئيم يقر لك فيه ويتملى متابع مع مولانا ويتكيس واللي منها العياذ بالله لئيم ولا قاد يسكن فيه شيء يتم مولانا يفطنه وهو ما يزداد الا بعدا من الله وشرودا والعياذ بالله مولانا يبهو عود الواحد مسيكين قط ما فيكم مخلوق وجميع الناس ما فيها مخلوق ما قط تكركر في حياته وش برشي ما يبقي مرض متين والله قلت طياح لي ما عنده خمسة والله خبر ما يبقيه يخلي ومسألة نهقل عليه وهو هو يتضرع المولانا ويتمين هو مولانا كاشفها عن ومرة يتكيم يتألم ويتمين هو الملك مفرج عن ومرة تجيه حمى مانع ومرض مانع ويطحنه ويعقد يعطيه مولانا الفرج ومرة تطيح يده ويتمين يسر له مولانا شيء يتمونك به ومرة يسمع شيء يثبت شيء عنده يسمع شيء زين عنده وهذا كله تنبيه من الله يا عبدي شوف ان دخلك الضيقة ومرقك منها والناحت لك اني قادر عليك ونطلصك ومرضك ونشفيك ونقلع للفيدك وندير لك شيء بلو ونلعم عليك بكذا ونعطيك لكن ان عدلت لك معناها انا هو اللي يالله حد يعود يلوذ اللي يرضيني بي اللي لفيدي كامل وخلي عنك المخارق بي لي ما يملك الشيء الرصقة
كلام مفهوم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملكي. قالوا لماذا قال يوم الدين؟ قالوا ان الدنيا انها ميزانها خاسر، ميزانها خاسر. تعرفوا ميزانها خاسر بها. شوف الانسان اللي تقي هو ما عنده باش يشرب بول، وشوف المخلوق اللي ما يصلي والدفاوات الطاير، شوف المرأة المتبرجة ويتعاقبوا عليها الرجالة كل ساعة جابها واحد متزوج به، والمرأة العفيفة الدار عليها الباسة ما تزوجت، وشوف المخلوق اللي بات قائم الليل وهاي هو الباس وفارق وحاله كامل صعب ويأتي في قلة الصحة ولا هو بقى، وشوف المخلوق اللي لا يذكر الله إلا قليلا وهو شس ممتين ومتقاد أحوال. تقول يا أخوتي إيش هذا يطيب؟ ممتين ومتقاد أحوال. تقول يا أخوتي إيش هذا يطيع الله ومع الدنيا متقاد، ولا يعصي الله ومع دينيته معناها ذاك يطيع الله ودينيته متكركرة، وهذا يعصي الله ودينيته. يا حير امتحان، إياك ليعلم الله من يخافه بالغيب. لو أن الناس رحات الله لي منها أطاع الله يقدر الدنيا، تقول الناس حات تطيع مولانا الدور الدنيا ما دور وجه الله. يا ربي اللي عارف أنا في أطرين إيش شفت انتم على كيد دعوني العدل وهات ما يابسه ما انا اجبر بليده يعني شي قال يوجهنا لك صبر عنا الليلة به اللي عود واحد المعدين عليها الرنق به اللي صدروا منها يا غير والسيح يقول له ورقيها معني واركي نبدأ التدريس دور تشوفه من الغرائب والعشاي ما نبدأ التدريس ومريتني طبيعة الإحماء ما نبدأ التدريس ما صبحوا المناب ما شاء الله كل ساعة انا هنا اعطي كلمة قل له انت كنت مني اللهم يحل لك وعلينا بالامن والايمان. انت يا اخويا حيلالك اطرين انت شهر هالشهر انت كنت مني هو يعود كان موجود معك في المقاطعه وتعرف هو اللي يزقنا ولقد قال لكم اتقوا الله يا رجال يفتن الامور منها لباس والناس وجهت الى الخير يبدا هو لك وجه يجلب وهذا طبيعه الموريتانيين يعني يعرفون المصفرين الله ان اعطاهم المساعدات يصفروا كامل ولين قال لهم ان النمروات لا يبصموا يعودوا كاملين في الكب ولين قال لهم على المساعدات المحاور كلها عد المحضره ما محضره ما انزل الله بها من سلطان وين هذا المساجد يجب رطمر هذا المساجد ما يقدر حده احنا طبيعتنا موريتاني ما تحرك مرده ما تحامرنا عليها لعل تعود فيها الحيسه يا غير لينا عرفوا انه يابسه نبدو من فم لزريرو يدفعوا دافعين ولذلك انا اعرف ما حد يمسك تندرس هذا اللي معايا من الناس تتكلم على المنابر لا يبتهي وعندوني وقفت التدريس تعرفوا اللي خلق جاكم شفاف ما بعده شفاف وعادت المساجد منابرها خاويه ما هي جابر لقاه يقول اتقوا الله لا لا تروحوا البال وارك ما لله نبدا التدريس ونعطي وارك فتره ما له واركم كل ساعه هو لك واحد انا يعطي كلمه انا لا يذكر قول له اللهم يهله علينا بالامن والايمان انت يا اخوي هلال وخير ورشد انت كنت هون ولذلك علماء لياع فرمضان كل ليلة عند ثلاث علماء والله ربعة ويباتوا يتبادلوا وعند من الوصل نقول لهم دروس ماضية كلام قاع ما هو متكيس حتى يا يعني راني لا معدكم انتم ولا تقولوا له لحد شنو هو هو عندنا احنا عقلية انا راجع للفاتحة لا من الفاتحة كان مولانا يفتح علينا ونفتح هم اللي من هالبدية ياك موروركم شبه حالنا احنا انتم تعرفون في الحديث الصحيح على اني جاء رمضان الشياطين يكتفوا ثبت عن رشاد رمان ويا دخل شهر رمضان صفدت الشياطين انهم يكتفوا الشياطين الى يوم رمضان يطلصوا وعند العقليه احنا موريتانيا على الليل 27 يطلصوا الى الاخلى وتراب وحدين يحرقوا شي من الروائح لكن عندي لكم تعرفوا كاملين وانكم ما يعرفوا الا يسول عنه واحد اللي يكبر منه سبحان الله الرحيم انا نقول العلماء اللي يتكلموا في الياعه انه مظهرهم مسلطين عليهم الشياطين به اللي يبدا رمضان يكتفوه الخلوين يكتفوا شو هم وتراو يتكلموا وحد ما يجي في رمضان هم يطلسوا الشياطين وبطوهم هم في الكتاف وتموا قاعدين على قواش شوية رمضان الجاي غريب مع رمضان هم يفتصوا معهم الشياطين وان شاء الله يتملك اللي يسابقوا في الياعه والتلفزه وعند من هم يوم في رمضان هم يطلسوا الشياطين وكلها يتمكن من رزق واحد من العلماء ويبطحوا فم ويتم قاعد عليه يعني ايش رمضان الجاي حد يتصل معه ولله لماذا لا من العلماء في رمضان ولا تجدهم في غير رمضان كذلك الدعاة اللي يتكلم لهم يساقوا مع اهل المنابر وحد من يسكت لهم ما تترى منهم رجال
هي لو كانت المسيرة كذا كذا العود لما المردة أنا قلت له لعل المسلمين يجيها ويقعد لها ويتابع لها دروس تعود قيمة ومعناها. أما كلمة كلمة وشيخ وطير إلى أحلاه ما هو ما يسر لا يربي قلما ولا يعلم شاهدا أكثر تشويش وأكثر مشاغبته وأكثر حصه من فعله. الحمد لله يا ربي رب العالمين الرحمن أيوة خلاص اقرا الفات حول الضالين وامي الحمد لله ربي قالوا خارجين علماء ربانيين الله يشعلنا الله يشعلنا وخارجين علماء يابسين عندهم العلم يا غير ما هم ربانيين ما يعرفوا التربية مولانا ما يصلح بهم القلوب نعوذ بالله. وهي اللي يقول مولانا في القرآن جئت له حي باليهود النصارى قال لولا ينهاهم الربانيون والأحبار لولا ينهاهم الربانيون والأحبار الأحبار اللي هم العلماء والربانيين الناس اللي أعطاها مولانا العلم وأعطاها طريقة تبلغ بيها وتستهدع لمفاتيح قلوب الناس يعني تدخل هديم مولانا اللهم اجعلنا منه. وهي اللي آمر مولانا قال ولكن كونوا ربانيين معناها عود وعندكم التربية إياك تعلموا نفوس الناس وارحاهم العود عندكم علم ينصب يا غير ما يدخل الناس خارج اللي علمه ينصب كيه لما كيه لما تعوز كيه ستار نلاف دلما تملك الصنب الماء والدقفق وتعود تهرب يا لي يسير بيك المطحة يا غير انت لله يدير من مشي في القربة يرفدك سيره وقربتك ما عاد فيش قربك ما بقى فيه الشيء اللي يصب غير ما يتأنى لك إن يدخله وحد لا يعلم مدة يا الله يصبر عليها إن يعرف يكان ركور داخلها ويكان مولي يفدو فمها والله ما يدخل جوفها قاع يفهمتوه. وهذا أعطى عليه النبي صلى الله عليه وسلم مثال غريب خارج وعاجل بنو إسرائيل تعود الساعين بني إسرائيل وفي ذاك الزمن ما زالوا فيهم لباس فيهم طائفة منه لباس وفيهم عالم عليها فيهم واحد عصى ربه وقتل حوالي 100 رجال حوالي 100 ومن هذا العيال اللي ما كلها يكمل 100 والله قاع دار مقيم ماشي بس خاص ولا رجاش والله اثنين عن يكمل 100 انه تمنين دار مولانا فيه جهاز معناها زاد صباح المخلوق يدور التوبه الى الله عاد شاعر بالذنب وخايف لا يموت وهو مذنب قال ماشي ازقنا وشال واحد عبد يعبد مولانا وجاء وقال له انا نختار نسولك انا قال له قتلت كذا العيال بالله من الارواح من ركاني عندي توبه قال له لا اجد لك توبه يا بناك دكتور قاع هو من السودان معاه في رواية علينا وقاس واحد آخر ما اللي يسوله ولا قالوا ما عندي هذا ما تنفع فيك التوبة حد يكتر من الأرواح ما تيتوب عليهم ولا بو كتر ما اللي هو ذا يا بناك مصروع وهر ومنسوخ هو يدور يتوبهم على مزار يزيد هذا شكل العياب الله من حمال الراس يخلع إلى التالي جابوا مولانا العالم رباني قال له اللهم استجب قال له أنا قال له طب وش كتكشن قال له قتل كي نقولوا 100 نفس او 99 نفسا قالوا من كان عندي توبه قالوا من يحول بينك وبينها والله يا ابويا التوبه لا مفتوح بابها يا رجال قالوا عندي علي اختراح او خل عني الدشره اللي انت فيها وحاول تقيس دشره اخرى الله يبعد الفلانيه فيها مده متعدله تعبد الله يا غنك تقيسها وتعبد فيها مولانا والله منادم تام من ذاك الوقت وسلك بعد منه العالم هذا الرباني قالوا نتيجه الرباني تسالس مع منادم السلك هو ما انكتب وسرق امرادم اللي تم يزيد عليه الذنوب وعاد هذا بداية عليه خير قام امرادم تالي ابو قيس القرية القيسة يعني عاد في وسط الطريق جاء ملك الموت الله اكبر وهو قاع عشر وفارق وهو عايد منه كل وإن احدكم لا يعمل بعمله للنار حتى ما يكون بينه وبينها الا ليرى يتعلم تحريك الخاتمة امرادم لا يحصل مولانا ختامه وفي اخر زمن ولا يتحرك العناية قام امرادم ماشي عاد في وسط الطريق لو جاي ملك الموت الا ليشاه ملك الموت ما يجي يكون معاه 8 من ملايك 4 للرحمة وهم 4 للحياة ويتحروا لين يجيهم الخبر من مولانا إلى جاءهم من أمنات بلايك الحسر ختامه ينسحبوا ملائكة العذاب والآن قال لهم على ولايك الساعة خاتمته يبقوا ملائكة العذاب ينسحبوا ملائكة الرحمة وملك الموت ما يحرق جاءوا ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يجاءوا ليك بضروحه اختلفوا فيه قالوا ملائكة الرحمة احنا هم ليك بضروحه مع هذا الملك الموت قالوا ملائكة العذاب ما لنا نقبضه الا احنا به اللي هو صب معدل كذا ومعدل كذا تخاصموا قالوا لهم خلطة الاخرين ما قبضوا تقبضونا نقبضه الا احنا ملائكة رحمتي به اللي امراد متابع الى الله وله ماشي مارق من الوطن يدور التوبه وقال اسمد صالحين وهذا كافي حتى هذا
هجر أهله ووطنه تائبا إلى الله فارا بدين، هذا يدل على الصدق. قالوا ما يقبضوه لحنا لو مات فاصلة المرد يتمر يوطى فيهم ملك على صورة راجل. راجل يعني هو ملك. قال لهم السلام عليكم. وعليكم السلام. قال لهم اوه انتم مشكله شيء. قالوا احنا متخاصمين في هذا المجلس اللي اختارنا على رسول الله معاه. قال لهم انتم راضيين بي العود هو القاضي نقضي بيناتكم انتم متخاصمين. قالوا والله. قال لهم قيسوا قيسوا الارض ما يطروا ما يطروا الطراء ما يطروا الطراء الى هذه القريه اللي طيبه عادي قريب منها اقبضوه انتم يا ملائكه الرحمه. ولا هذا قبل التراب اللي كان يعصي فيها مولانا اقضوه انتم ملائكة العذاب ما يطروه. قالوا نورين قال لهم ذا الكلام نادى الله تعالى على التراب وقال للتراب اللي جاي من شرحه قال له تباعدي بحدي التراب اللي فيك الحصى وقال للتراب اللي فيها القرية قال له تقربي معناها تقيمي شيء يشو ملائكة له ما يطروه التراب قاعد اللي فيها القرية الطيبة عاد تقرب له بتبقى العام ملائكة الرحمة وقبض روحه ومات على حسن الخاتمة. قالوا العلماء لشره محل الدليل. قالوا العالم التالي اللي السارس مع أمراض من يدخلوا دين الله وتاب إلى الله هو العالم الرباني. والعلماء الاخرين عندهم علم يا غير ما عندهم الحكمة اللي دخلوا بها الدين وبالتالي ثاروا في الناس الفتنة وهذا أمراض من يزدادوا ذنبا على ذنب. مفهوم الكلام ولا ما هو مفهوم؟ الحمد لله ربي ربي قالوا فالحارم الذي يربيه هذا من التربية والرب يربي والعالم أعطاه الله الحكمة ليربي بها عقول عباده يربي عقلك شيئا فشيء يدمكيلك الليف الباي التاي عقلك يقول لك الحكم اللي قليل يقريك الكتاب الصغير لماذا ورق علمانا عدلوا ابن عاشر عدلوا الأخضري عدلوا الرسالة عدلوا مختصر خليل لماذا لأنهم يبدوا في التربية من الليف التحتاني من العلوم والكتب الصغار يقبل مخلوق يقبل من أصغر العلوم إلى أكبرها ومن أخوانها إلى عقدها هذه رب العالمين معناها الرب سبحانه خلق علماء ربانيين وهؤلاء أقرب إلى الله وأفضل من العالم غير الرباني اللهم اجعلنا الحمد لله يا ربي العالمين الرحمن الرحيم مليكي مليكي يوم الدين لماذا يوم القيامة قالوا لي أن الدنيا نخبر كده على المكرقات وحق عليك وطرع عليك أنك تتفقد المزهر بعد نهار دورت وصف فيه الحقوق يقول الله تعالى للظالم احنا وقف ويقول للمظلوم فضلوها لا ظلم اليوم اي واحد منكم يستشهد ولا يجبره يا اللي كان من يفر ولا يجبره خلاصه ان قال له ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين يا اللي مظلوم ما الواحد كلا ان قال له يوم الفصل ما زال عندك نهار والقاضي رب العالمين والشهود الملائكة الأرض والسماوات للكون كامل يشهد وبالتالي ما له يوقد حق في أحد ما له يوقد حق أبدا لمخلوق بأن ملك يوم الدين معناها ملك يوم القيامة هو الحاكم الكامل قالوا على أنهم الغريب على أنه يوم القيامة عند من تحشر الناس كاملة أول شيء سمتي فيه القضاء يقول مولانا للحيوان انه يلا يصفي الحساب بيناته يا حول ولا قوه تقوم العنز اللي بلا قرون وينقال هي العنز اللي ما عندك قرون انطحي العنز اللي بقرونها كانت مستعمرتك في الدنيا وطلت بطك بقرونها وانت تتبركع عنها ما عندك شي تردي بيه اقتصمها وهيك اللي ما كانت بسنيها ينقال لها اي وحظيها بها اللي كانت حظك هي اللي بسنيها ولا يبقى وهيك اللي كانت تقزر والاخرى ما تقزر ينقال لها خلصي منها حتى لا تبقى مظلمة بين الدواب يعني يصف الحق بين الدواب يقول مولانا الحيوانات يقول لهم كوني ترابا يا الحيوان عودش من التراب انه حد منين يشوف الكافر الحيوانات دخلت في التراب يقولوا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب الحيوان يصف بينات العدالة معنى انك ما يفرح ليه بالساعة تعود الحمزة اللي ما كانت تنطح عادت وخلص لها من اللي كانت تنطحها والمغرى اللي كذا والزينة اللي كذا قال لهم لا بد من القضاء العدل حتى لا يظلم احد والله كي يكرموا لنا علامات الاخرة يقول لي الشمس كولت وهي النجوم وإذا الجبال سجرت والعشار عطلت والوحوش عشرت بحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت أول شيء يبدأ به من النفوس وإذا الموؤودة معناها التيشيرت اللي انكتلت وهي صغيرة خايفينها واحدين لعل تفتح واحد
سيلو تيشيرت اللي انكتر تمسيت نينة خرص تبلص عيني بوها ما ارحم بيها وامها ما رحمت به. يقول ارحم الراحمين يا هيني بدؤوا بهذه الشاشة اللي انظلموا في الدنيا ما عندهم مهرب على جيك. وهي الموعودة معناها المقتولة الصبية اللي انكترت سقيرة سئلت بأي ذنب قتلة قبل ما لا يوم القيامة نذكر فيها من تكهري وركز الله على الطفيلة اللي ما كلا. قالوا لي ينبه العباد ان يكمد ما عند حد يدفع عنها ولا كان عند حد يرد عنها وكانت الناس مستعمرتها هي اول من يبدأ بهم في فصل القضاء. يا ما يبدا حد يقول يا امام ولا بلده لي حق ما بردت في الاخلاق. وهي الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت ماذا ذنب صبية اخبارها من تنكتب ناس عياب الله اللي يكتب اولادهم من الزنا واحد يزنى مع امرأة ولي يخرج لهم الشير تكتر امه خايفة من العار وله خايفة من النار. يوم القيامة تجي من تهوى الله ولدها بارز في عيني يا مولا لا شاكي لك من هذه امرأة من كترتني رزقي ما هو عليها ومخلقني انت وعبدك غرستني في فرش الحرام وشارتني مردة ما كلا وشارتني رواية عبد كترتني ما رقت في الدنيا بلا حق. إذا مخلوق ماكني فيه شاشرته يتحايط من الزنا هذا دي من هيبات مطروس في الليل ومطروس في النهار يزنى يعوديك النطفة اللي خلق خمولانا منك يوم القيامة ليه متحرق فيك الفصل ما هو خالي يا مولانا اقتصي من ذا المخلوق اللي دارني في بليده ما يحلال وشر لي من مشاكل كم نسأل الله العافية والسلامة ملك يومي معناها يوم القيامة يوم القيامة ملك كل يا مولانا ما فيها رجاش قد يتكلم يقول مولانا هذا يوم لا ينطقوا ولا يؤذن لهم فيعتذروا. إذا واحد لا شخص سبعه يا مولانا لا حنيني باطن اعتذر انهربل نقول يا ابي فهلالي قال هو لا يؤذن لهم فيعتذروا ما معطي لك لا يتحضر عن ضمنه اصمت لا ما اخذ هذا يوم الفصل جمعناكم ملونين فإن كان لكم كيدون اللي مكم عنده برنامج يتفضل اللي مكم قد يخرب يعدل ملك يومي إياك نعبد. العربية رجاه يعود يصلي وحده حسب العربية حد يتكلم وحده يقول إياك أعبد وإياك أستعين اهديني وقتك تصلي وحدك يلا تقول اهديني هل الله ما أعلى وطلع لوحدين يصلون الليلة في نمرواتهم ويقول واحد اهديني وسمعت الأستاذ قالها أرانك ما فهمت إن رجاه عادة الفاتحة بالطريقة اللي نعرفه يتحدى يصلي وحده يقول إياك أعبد وإياك أستعين اهديني لأن حد وحده يقول اهديني لماذا الفاتحة تقول إياك نعبد ونعبد معناها إجماع وإياك أستعين معناها أنك مالك وحدك واهدينا معناها أنك بجماعتك. قالوا بعض العلماء أن الفاتحة إن حد كامل يصلي وحده ما هي معترف به لأن هي عبارتها عبارة جماعة وليه تعود وحدك ومع ذا اهديني اهديني انت وحده قول باقي اهديني اما انت اهدينا تمام عكرية يعني تصلي مع الجماعة تعود اهدينا في بلدها ونعبده في بلدها ونستعين في بلدها بيلي في جماعة وليه تعود وحده تعود اياك نعبده انت لا تصفق نعبد انت وحده بارك الله واياك نستعين انت وحده اهدينا الصراط انت وحده الجماعة تعود صالح فيها ضمير الجماعة يا غيرين تعود وحدك تعود الفاتحة قاع ما وقتك تقراها دي اللي مالك من أهلها ما أبيها فهمتم هذا بارك الله يعني أنا قلت إما يصلي في الجماعة هو قادر عليها يا سم العلماء قالوا لا تقبلوا صلاته حد صنت الحي على الصلاة حي على الفلاة هذه يندد بها مولانا يقول وقد كانوا يدحون إلى السجود يحيط لهم إياك صلوا المولانا وهم سالمون على نجم وكان الصحابي يعودوا فارقين بي واحدة من الصحابة يدبب بيناتهم كلهم حاكم منكم ما هو قاعد يقوطه وحده يعني يوقفوا في الصف هو يهتهت شيباني ضعيف وعليه فارقين بيها رجالة يوقفوا في الصيف صف صف خايف لعل تفوت صلاة الجماعة وقالوا علنها أنها من أول صفاته للنار اللي قاعد تفوت صلاة الجماعة بلا موجب لأن مولانا قال ما سلككم في سقر اللي هم أهل النار يوم القيامة إن قال لهم يا أهل النار أنتم أشتغلكم النار أول مسألة يقولونها سبت رم الله يقولوا قالوا لمنكم من المصلين قالوا لمنكم من المصلين هرد اللي على هذا قالوا والله قالوا عادوا ما كانوا صلوا يقولوا قالوا لمنكم نصلي ومن قالوا لمنكم من المصلين معناها أنهم العلة جاتهم منهم يصلوا حدهم قال ما يصلوا مع المصلين
قالوا لم نكن من المصلين، لعاروا عليهم على وصفهم هذا، يقولوا قالوا لم نكن نصلي، ومن قالوا لم نكن من المصلين دل على أن المشكلة جاتهم من قلة الصلاة الجماعة. كلام هذا مفهوم؟ النبي في يعود تارك الجماعة بلا عذر، هذا يخشى عليه من عود الصلاة وما هي مقبولة عند الله. ولذلك كلمكم اسمها حي على الصلاة، يا الله لواحد في كامل يهنى عنه ويتم جلس المسيد ويصلي في الجماعة. إياك نعبد وإياك يقول لماذا نعبد سابق نستعين، إياك نعبد وإياك يقول لماذا إياك نعبد هي الأولى وإياك نستعين هي التالي. نستعين معناها يا مولانا طالب منك أنك تعيني، ونعبد معناها يا مولانا نعبد الله أنت ما نعبد معك حدا. قالوا لماذا عبادة مولانا وسبقت على الاستعانة؟ قالوا هذا اللي نفهم منه، لكن يا رب اللي تمد يديك المولانا وتقول يا ربي أنت ما صلي وتسيت ردك تم حدا نعبد حدك مد يديك ونستعين، صلي واطلب اذكر مولانا واطلب صدق واطلب عدد شي معلوم مطلب لا يرجع آها تاكي ما مقدش ما بيتحدر الطاعم على يا ربي آها نعبده السابق نستعين نعبده وتوكل عليه. إن تعبد مولانا تعودني تقول يا مولانا المتوكل اللي عليك يقول لك والله قابل ما يلحقك حد، يا غير تعود يا مولانا ما لك عارف الشاشة اللي قال لك ومحر يا مولانا معتمد عليك انت من فوقها. سمعت ولا ما سمعت؟ ولذلك مولانا يذكر الصيام، يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات. مثلما يقول إن الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى ولتكملوا العدة، يعني يقول ولتكملوا العدة صمت رمضان كان وتكبر الله اللي هو يوم العيد على ما هداك ولعلكم تذكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. تفضل ما عندكم مشكل. يعني يذكر الصيام وانك عدلت وتكمل العدة وتكبر وتشكرون وعدلت اللي عليك مد يديك للملك، لان الشقال العامل اني عدل شغلت وعادي قد يقول له اعطيني خلاص انت ما تشتغل معايا خلفني انت مجنون. اياك نعبده هي الاولى ونستعين، وان تعود سابقتها نعبده يفتح على الخط، وان تعود الله نستعين ويابس انت يابس. فهمتوا الكلام ولا ما فهمتوه؟ لذلك اياك نعبده تقديمها على نستعير ينقبل منها من اليد مع الله ان تبدا بعبادته كما امرك ثم تساله بعد ذلك. وهي بالشر اللي يقول فاذا فرغت نتعذر الطاعه ويلقى لك ملام فانصب الى ربك فارغب. صبت مولى كنت واحد فيهم العباده مد يديك المولانا اما قاعد عود ما تعدلوا انت مجنون. اياك نعبده واياك نستعين اهدنا اهدنا الصراط اهدنا كسمع ترجع واقف في الصلاة ومع ذي دور الهداية. بارك الله انت راك ترقص انت راك تزنى عود المخلوق مطهر وحرام وفي الصلاة اللي يتوحل فيها هو اهدنا الصراط اهدنا يا الواحد في عرمه والهداية تلعت مانك مهتدي ما تصلي معناها ان الفاتحة اللي تلود له ما هو الصلاة ومعناها ان فم هدينا تعود قاع ما تستهدي وانت تصلي والصراط المستقيم ما نكاردها وانت تصلي هذه مشكلة. ان هدينا يسر ما هي الا شيء واحد خارج ورك اللي هذه مولانا يصلي ما يقدر يحكم عيني عن محارم الله وخارج منها اللي يصلي يا ما يقدر يترك السرقة وخارج منها اللي يصلي يا الكذاب وخارج منها اللي يصلي يا ريزنا وخارج اللي يصلي ويقدر شي ما هلو وخارج اللي يا ولا من ما خالق وخارج 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 اللي باق ما بيقرا احكامه ما بيقرا الشريعه هذا كامل جاي من وراه اهدينا اهدينا يا مولانا يا الباقي من الهدايه اعطيهن وما التالي عود المخلوق يتضرع المولانا في كل ركعه يا مولانا اهدينا يا مولانا اهدينا يا مولانا اهدينا ذي الديار المتكرر دل على الذي ينوده تموت وانت ما حصلت عليه كان. ولذلك تشوف المخلوق اللي لا يفطر لا اله الا الله لا اله الا الله ومعاه ما تودع له الفوقيه وتشوفه وتشوف واحد
ما هذا أحد الجاد يلحقون يشوفوا تشوفوا نبال كذا ومع هذا ما تتعامل معهم معاملة ما غرر ولا يعود متولي لسعاه ما كان زقيدك مع زقيد والوالك هو نزار تهدين الصراطة قل له قلت لقل ذات حتى من انت قرأ صرطها كان هتجز عليك شوشا تهدونك يهدين اللي تقرأ ماهي ماهي سليمة وعود إمام تصلي وراه ومع هذا لاني يقسم التمر ياك التمر ما يجد يعيسوز منه تمر الليل مو عنده والله يبيعه ولا تعلم ما ولا حتى ما تشم له ريحه بقى ومحد يقول قدامك يقول لك اهدينا يا اخوي يقول له امين كانت رسلك انت اهدينا الصراط ونكرتها انت حذرنا ثلجك يا غير يبدو انك شكامر دخلك ما ادري انجبر حتى اهدينا ان اهدينا الصراط المستقيمه طلبت حد اللي على المخلوق يلي لو ودلو برنامج طول مولانا من الهدايه خالي واحد يعود طيب ومتعدل ومعايا كرا لا يجد يخرص للملاي يوسف زقبات نبتو ما طاحت في حرورة كانوا ما كرتهم ومحايا يا اخوي الله ودوني شيك يقول لك اطلب لي مولار اطلب لي مولار اطلب لك مولار ينبت لك زقبات وتخليه ومرة هو واحد اخر يقول لك اطلب لي مولار يا اخوي انا اطلب لك مولار كانت تعود ما تزنى المخلوق ما اطلب لك مولار تعود ما تكذب ما اطلب لك مولار تعود ما تظلم ما اطلب لك مولار تعود يا اخوي لا تخدع ما اطلب لك مولار تعود يا اخوي تقوم الليل طب لك مولانا تعود تكثر من ذكر الله هذا يهدينا ما توفى ومعايا بعض الناس سامع بهدينا ان الواحد اللي نعود مسلم مولانا كافي ما يهدينا وهي يهدينا برنامج حياتكم والله ما فهمتوه اهدينا الصراط المستقيم معناها يا مولانا كردنا ليك التورس المسقمة اللي حتى مكردها اللي يتم يتقدم عيني وهو أهل الجنة يدخل فيها ويطوشا لهم الانبياء يتم قاعد مع الانبياء والمقربين ان اللي هو رب العالمين يقول لهم ناهي نعطيكم النظر الى وجه الكريم ونقف عند النظر الى وجه الله الكريم نرجو الله ان يرزقنا ذلك لان الاخوة اشاروا لي بان الوقت المقرر قد انتهى ولا على واحد منكم يفتر ضروري واحد منكم يفتر يختار ويقيموا ان شاء الله بقية السورة لهم تابعوها ان شاء الله اهدنا الصراط المستقيمة ونشوف وش من انواع الهداية وان الهداية انواع ونوعين منها هم الاساسيين ولهم نشوف ان المخلوق يحتاج الى عدة شروط لا بد له من برنامج يمشي عليه ولا بد من توفيق من الله ولا بد من تسديد في الاعمال والاقوال هدوء الى الطيب من القول وهدوء الى صراط العزيز الحميد والحميد وبالتالي نشوف لك ان شاء الله في درس لاحق في عذاب الفاتحة ونشوف منه نار المغضوب عليهم من هما والضالين من هما ولما ما يقول لقال الصراط المستقيمة ما تلبلها عنك يا مولانا ندروك تسلكنا من اليهود وتسلكنا من النصارى لماذا ندار اليهود والنصارى ولا ندار الكفار الاخرين من مشركين وغيرهم بقية القصة وهذه الجولة بقيتها سنكملها ان شاء الله في درسنا ليلة غد بحول الله تعالى اذا ان شاء الله نجابر فم ونعود ان شاء الله نوفيكم ما تيسر من ذلك ان شاء الله تعالى بركنا يا ختم بالدعاء وحاولونا كامل امتلم مولانا ان يعيننا ويوفقنا لما يرضيه وان يسدد اقوالنا واحوالنا على ما يرضيه عنا انه سميع مجيب ما نلا لا عندنا الوقت وقت مقرر عندنا وقت ما انا الله المسجد هون اللي جيناه الليلة وحضرناه في الدروس في بدايتها والدروس قاعة اللي مثلا مرسمية ما هو منها لأني أنا مرسمي أساسا وأنا نحاول إن شاء الله ولا تريد بقية الأسبوع ماني قادر نتحمل بيها إن شاء الله التعب والالتزامات والناس الحمد لله ما يمخلثني قدر أستريح ما نصلي في بيئة ما لصقت فيها الحمد لله لصق من الناس ذوك يصولوا ذوك يناقشوا سألنا الله يجعل يا خالي صلي وجهه وموريتاني يعرفوا الله وايدهم وانتم الله كنوا مجمعين لعبت الليل مكلفكم باسم الدقدي خمس صقيات والله مبولايا مع الصباع ما بايبات ما هايبات واحدة امكم دارت باتوا الليلة تمرقوا نواقشوا وطقع يا غار الدعوة اليافسة هي اللي تجيها الناس والدعوة اللي فيها وقيات ما يجي منها ما هو ملك الملك سأل الله أن يوفق لما يرضيه خلاص عدى الليالي اللي بيننا ندعو نعود ندعو ان شاء الله قام الليالي والإقامة ان شاء الله الوقت انتهى ما فيه ولا سؤال يا غار ان شاء الله هو في المشوار القادم اصلا اللي يوفوا التفسير ذيك الدور العاطين وتلاونا ينبدوا في الحديث نعطوا ليلة للسيرة وانتم ما صرين دور تجبروا ان شاء الله ليلة للسيرة بحول الله تعالى
ولك الحمد مع الرضا، ولك الحمد دائما وابدا، اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الثناء كله، ولك المجد كله، لا احصي انا عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والاكرام، يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا ابو يا فتاح، اسالك اللهم بجميع اسمائك وصفاتك، اللهم انا نسالك بذلك كله، لا تترك لنا ذنبا الا غفرت، لا تترك لنا ذنبا الا غفرت، تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، ووالدنا ومشايخنا واحبابنا وسائر موتانا والمسلمين اجمعين، اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرت، اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرت، اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرت، ولا هما الا فرجته، ولا هما الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، يا ربي لا تترك لنا هما الا فرجته بالعافيه والستره، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا دينا الا اديته، ولا عدوا الا كفيته، ولا مرضا الا شفيته، ولا مرضا الا شفيته، ولا مكروها من جميع المكاره الا اجرتنا، اللهم لا تترك لنا عدوا الا كفيتنا شره، اللهم اكفنا شر خلقه، اللهم اكفنا شر خلقه، اللهم من تولنا فتولى، ومن عادانا فاكفنا شره، اللهم كن شريعا على اعدائنا، اللهم كن شريعا على اعدائنا، اللهم كن شريعا على اعدائنا، اللهم اكفنا شر خلقه، اللهم من رامنا بالسوء فاجعله في نحره، اللهم من رامنا بالسوء فاجعله في نحره، اللهم من كاد لنا فكدنا، ومن هم بنا سوءا فسلط عليه سيف انتقام، اللهم كن شريعا على اعدائنا، اللهم اكفنا شر خلقه، اللهم كن لنا وليا ونصيرا، اللهم اكفنا شر خلقه، اللهم اكفنا شر خلقه، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا اللهم شر ما قضيت، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعنا على